موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. اتهم الناشط الحقوقي التشادي شريف جاكو دولة الإمارات العربية بتجنيد أكثر من 150 شابا تشاديا مقيمين بسبها بغرض نقلهم للمشاركة في حرب اليمن. أكد جاكو لصحيفة هافانغتون بوست عربيا الإمارات وعبر وكلاء من رجال الأعمال الأفارقة المقيمين بالخليج جندت شبابا يتحدثون العربية بطلاقة وملامحهم تشبه إلى حد كبير ملامح الإماراتيين. وذكرت الصحيفة أن المرتبات المعروضة تتراوح ما بين 900 دولار و 3000 إضافة إلى حصولهم على الجنسية الإماراتية مقابل عروض عمل في شركات أمنية إماراتية. أعفي أمير القوات الخاصة ونيس بوخمادة من مهامه كرئيس لغرفة العمليات الأمنية المركزية ببنغازي. ووفقا لما نقلت قناة ليبيا الحدث الموالية لميليشيات الكرامة، فإن قرارا أصدر بإعادة تشكيل الغرفة لتكون بإمرة الحاكم العسكري عبد الرزاق الناظوري ومديري الأجهزة الأمنية الأخرى في بنغازي. وأعلنت الغرفة وفق ذات المصدر عن منع إقامة سوق الجمعة في بنغازي اليوم لدواعٍ أمنية، يشار لأن بنغازي شهدت الفترة الماضية عدة تفجيرات أودت بحياة العشرات من المواطنين. طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بونسودا بالتحقيق مع المتورطين في جرائم محتملة ضد الإنسانية وضد أهل تورغا كجزء من جهودها المتواصلة للتصدي للانتهاكات الجسيمة الجارية في ليبيا. قالت المنظمة في تقرير لها إن الجماعات المسلحة والسلطات المدنية بمصراتة تمنع عودة الآلاف المهجرين من أهل تورغا إلى بلدتهم بعد 7 سنوات من نزوحهم القسري. ووصفت المنظمة منع 40,000 نازح من العودة قسرا بالعمل القاسي الدالي على الانتقام. قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويستون إنه من المسيء أن يستخدم العنف لمحاولة تخريب اتفاق جرى التفاوض عليه منذ فترة طويلة بعد قبولها حزمة تعويضات سخية بحسب تعبيرها. دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى ما أسمته بمضاعفة الجهود لعقد مؤتمر دولي من أجل ليبيا في أقرب وقت وإجراء انتخابات عامة في البلاد خلال العام الجاري. جددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها الخميس تأييدها للخارطة الأممية لحل الأزمة الليبية ووقوفها إلى جانب الليبيين لترسيخ مؤسسات الدولة وتوحيد الجيش تحت السلطة المدنية. كما أثنت فرنسا على الاهتمام الذي يبديه الليبيون لتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي وتجاوزه 2,300,000 ناخب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.